ازيكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير مع حلقه جديده وقصه جديده من قصص المتابعين والمره دي جايب لكم قصه من القصص الطويله اللي انتوا بتحبوها وصاحب القصه بيقول انها قصه حقيقيه وحصلت بالفعل لكن الله اعلم هل القصه دي قصه حقيقيه ولا مش حقيقيه هل حصلت له هو او حصلت لحد تاني او هو جايبها من اي موقع ممكن ما تكونش القصه دي بتاعته الله اعلم لكن انا هحكيها زي ما اتبعتت لي وانتوا تقولوا رايكم فيها وانتوا اللي تحكموا على القصه دي اذا كانت حقيقيه ولا مش حقيقيه. المهم ما تنسوش تجهزوا عده التسالي بتاعتكم وتجهزوا المشروبات، وما تنسوش تطفوا الانوار وتستعملوا الهاند فري علشان تعيشوا في المود، وما تنسوش برضو لو قصه عجبتكم تعملوا لايك وشير للفيديو ده. طيب كله دلوقتي مستعد عشان نبدا قصتنا؟ يلا نبدا على بركه الله. بيقول صاحب القصه المخازن والمستودعات القديمه اللي بتبقى موجوده في اماكن هاديه وخاليه تماما من البشر، او معزوله في اماكن ما فيهاش سكان، فاعرف كويس ان الاماكن دي مش هتكون هتكون كويسة ليك لو قعدت فيها لوحدك فترة طويلة من الليل مش هتقدر تستحمل تقعد فيها اكتر من ليلة واحدة لازم هتشوف فيها حاجات ترعبك او تأذيك من سكان المكان الغير مرئيين واظن انكم عارفينهم ايوه هما اللي في بالكم دلوقتي شركائنا في العالم الاخر تعالوا احكي لكم على قصة اللي حصلت معايا من كام شهر فاتوا وربنا يعلم اني ما كنتش بتخيل وكل اللي هقوله لكم ده حصل معايا لا اكتر ولا اقل والله على ما اقول شهيد كنت وقتها قدمت الملف الشخصي بتاعي لاحدى الشركات الخاصه عشان اشتغل فيها حارس امن سيكيورتي واللي ساعدني في كده ان عمري 23 سنه ومؤهل متوسط وكانت دي المواصفات المطلوبه للشغل والحمد لله وافقولي على الشغل واستلمت العمل واستلمت الزي الموحد لافراد الامن بعد كده جه المشرف المسؤول على افراد الامن علشان يدلني على مكان شغلي اللي هقوم بحرسته وبكل احترام اتعرفنا على بعض وقال لي انت النهارده مع زميلك على المكتب الرئيسي للشركه وقال لي اعرف من زميلك كل حاجه عن الشغل وبعد كده سابني ومشي، قعدت مع زميلي نشرب الشاي ونتكلم عن اساسيات الشغل وكل حاجه كانت تمام وزي الفل ومرت الايام وبعد اسبوعين تقريبا جالي المشرف في الشغل وقال لي يلا هات كلها وتعالى ورايا، لميت حاجتي وركبت معاه عربيه الشغل وانا مش عارف احنا رايحين على فين فقال لي انه هينقلني لمكان تاني في الشركة بعد نص ساعة العربية دخلت طريق زراعي كله شجر ونخل وبعديها بعشر دقايق وقفنا قدام ارض مساحتها كبيرة وحواليها سور كبير وبوابتها ضخمة وكان فوق البوابة يافطة خشب كبيرة مكتوب عليها مخزن مطاوع للأخشاب وقفت العربيه قصاد المخزن وبعد كده المشرف قال لي تعال علشان اوريك المكان اللي هتحرسه نزلت معاه ودخلنا من باب صغير في البوابه الكبيره وبعد ما دخلنا قال لي انت هتفضل في المكان ده لمده ثلاثة ايام لحد ما يرجع الحارس القديم اللي شغال هنا علشان هو سافر البلد يزور قرايبه اتفقنا وقلت له ان شاء الله وقال لي ان موجود هنا في المكان اتنين موظفين لو احتجت اسال عن اي حاجه اروح اسالهم وقال لي تعالى اوريك ازاي تنور الكشافات بتاعت المكان بالليل فراح موريني لوحه كهرباء كبيره وكانت اللوحه متقسمه وفيها مفاتيح كهرباء كتير وكل مفتاح من المفاتيح مكتوب المكان اللي بينوره وكانت اللوحه ما بين مسجد صغير وحمام وبعد كده قال لي انه هيروح الشركه دلوقتي وسالني إذا كنت عايز منه أي حاجة قبل ما يمشي، فقلت له لأ شكرا، فقال لي بعد ما الموظفين يخلصوا شغلهم ويمشوا اقفل بوابتك عليك كويس وخليك جوه المكان وما تخرجش منه أبدا، وبين كل فترة والتانية اعمل لك جولة في المكان ومر على المخازن، ولو احتجت أي حاجة اتصل عليا، ومشي وقفلت وراه البوابة الصغيرة، وخدت جولة في المكان عشان أتعرف عليه، المكان عبارة عن أرض كبيرة وحواليها سور كبير عالي وليها بوابه كبيره والبوابه فيها باب صغير علشان يدخل منه افراد الامن والموظفين وعلى يمين البوابه كان في مسجد صغير معمول مخصوص للموظفين علشان يصلوا فيه، وجنب المسجد كان في دورة مياه أو حمام، وكان في استراحة صغيرة، تقدروا تقولوا عليها كده زي فيلا صغيرة من دورين، الدور الأول فيها كان عبارة عن مكاتب للموظفين، أما الدور الثاني فكان مكتب لصاحب المكان وليه سلم خلفي، وكان المكتب مقفول وما فيهوش أي حد، وورا الاستراحة كان في حديقة صغيرة فيها أشجار وزهور، أما عن الناحية الشمال للبوابة فكان في حظيره مقفوله وحواليها سور صغير له باب خشب وبعد كده هتلاقي تلات مخازن مخزن فيه اخشاب وده بتاع صاحب المكان وهو تاجر اخشاب والمخزنين التانيين فيهم اعلاف حيوانيه عباره عن دره صفراء ومخزنين الاعلاف دول بتوع الشركه اللي انا شغال فيها فعرفت ان الشركه بتاعتنا اجرت المخزنين دول من صاحب المكان وفي النص طريق بيوصلك للتلات مخازن وبعد ما اتفرجت على المكان رحت الاستراحه اللي فيها المكاتب كان فيها مكتبين مقفولين والمكتب التالت كان مفتوح فخبطت من بره على الباب بتاع المكتب المفتوح لقيت موظف بيقول لي اتفضل فدخلت وتعرفت عليهم واحد منهم كان امين مخزن الخشب والتاني كان مزارع او جنايني بيرعى الحديقه والحظيره وسالني الجنايني فين زميلك اللي معاك هنا فقلت له انا هنا لوحدي فهز راسه وقال لي تمام انت جديد هنا في الشغل قلت له ايوه انا في الشركه هنا من اسبوعين واول مره يجيبوني هنا علشان احرس المكان فقال لي خلي بالك من نفسك كويس وما تخرجش وتسيب المكان علشان احنا كمان شوية هنخلص شغلنا ونمشي فجأة سمعت صوت كلاكس عربية جاي من بره فقال الجنايني روح افتح البوابة ده ابن الحج صاحب المكان جاي علشان يأكل الكلاب فطلعت وخدت منه أكل الكلاب وقفلت البوابة وجه الجنيني وقال لي تعال علشان نأكل الكلاب فروحنا الحظيرة وفتحنا الباب الخشب فشفت اتنين من الكلاب الضخمة فقلت له هو ممكن أي حد فيهم يأذيني فضحك وقال لي لأ دول هادين جدا ما تخافش منهم فقلت له طب وهما بيعملوا ايه هنا قال لي يا سيدي مرات الحج صاحب المكان ما بتحبش الكلاب فبيجي ابنها هنا كل يوم ويجيب لهم الاكل ودلوقتي انا هدخل احط لهم الاكل وهنتوكل على الله انا وزميلي ونروح، وكان الجنايني راكن الموتوسيكل بتاعه في الحظيره، فالتاني خرج من المكتب وقفل الباب وراه وركب على الموتوسيكل ورا زميله، وفتحت لهم البوابه وسالوني اذا كنت محتاج منهم اي حاجه قبل ما يمشوا، فقلت لهم لا شكرا، ومشيوا وقفلت البوابه، وقعدت لوحدي على كرسي خشب جنب البوابه، وطلعت موبايلي، وبعد فتره صغيره من اللعب على الموبايل سمعت صوت كلاكس عربيه من بره، فتحت فتحت الباب الصغير اللي في البوابة ولقيته المشرف بتاعي جاي علشان يديني الغدا فقال لي ايه الاخبار وعامل ايه فقلت له بخير وكل حاجة تمام فقال لي طيب خد بالك من نفسك ومن المكان كويس وودعني ومشي قفلت الباب وراه وقعدت اكل وجبة الغدا وقبل ما اخلص اكل لقيت قطة جاية من جوه تقريبا كانت جاية من ورا الاستراحة فوقفت قدامي وحطيت لها اللي اتبقى من الاكل بتاعي وكلت وجبت لها كمان ميه في علبه فاضيه علشان تشرب كنت ساعتها قاعد على الكرسي والقطه جنبي على الارض وكملت لعب على الموبايل وفجأة وانا قاعد انتبهت لصوت القطة لقيتها واقفة مركزة عينيها على الحمام اللي جنب المسجد وعمالة تزوم وتبرق قوي بعينيها على الحمام بصيت ناحية الحمام ملقيتش حاجة قلت يمكن شافت فار ولا حشرة لفتت انتباهها وفجأة لقيتها جريت بسرعة ناحية الحديقة وكأن في حاجة بتجري وراها فبصيت للمكان مرة تانية لكن ملقيتش حاجة وإتجاهلت الموقف قمت من مكاني وخدت جولة في المكان قبل ما الليل يجي المكان كان هادي وجميل ومفيش أي مشاكل وفجأة لقيت نفسي عايز أدخل الحمام وبعد ما خلصت ولسه خارج من الحمام ولسه جاي بقفل زرار وسوستة البنطلون حصلت حاجة غريبة، كل ما آجي أقفل الزرار أحس بشيء يمنعني، فحاولت مرة تانية لكن مفيش فايدة، فلقيت جسمي أشعر وجريت على البوابة بسرعة وأنا خايف، وحاولت مرة تانية لقيت الزرار قفل بسهولة، فاستغفرت ربنا وقريت المعوذتين لحد ما قلبي ارتاح، كان ساعتها وقت غروب الشمس وضوء النهار ابتدى يتلاشى شوية شوية. وفجأة لقيت تليفوني رن، لقيته المشرف اللي بيتصل عليا، سلمت عليه وقال لي أنت نورت الكشافات ولا لسه؟ قلت له لأ لسه هنورها دلوقتي، فقال لي طيب ما تنورش الكشافات كلها، نور بس البوابة علشان الشحن بتاع عداد الكهرباء ما يخلصش وينقطع النور على زمايلك بالليل، لأن كارت الشحن بتاع الكهرباء قرب يخلص، فقلت له حاضر، فقال لي طب في حاجة عايز تقولها لي؟ قلت له لأ شكرا، فقال لي خلاص خلي بالك من نفسك وودعني وقفل السكة الصراحة أنا ما قلتلوش على اللي حصل معايا ليستهيفني ويقول علي خواف ومنفعش أكون فرد أمن ويطردني من الشغل فرحت لوحة المفاتيح اللي كانت ما بين المسجد والحمام وشغلت التلات مفاتيح اللي مكتوب تحتهم البوابة الرئيسية ورجعت أقعد جنب البوابة وأول ما جيت أقعد على الكرسي لقيت الكشافات اتطفت من نفسها فقلت في نفسي اللي انا كنت خايف منه حصل شكل كارت الشحن بتاع الكهرباء خلص فرحت مشغل الكشاف بتاع موبايلي ورحت تاني لوحة الكهرباء علشان اشوف فيه ايه فشفت المفاتيح بتاعت البوابة نزلت لتحت وكأن في حد قفلها فقلت يمكن حصل ماس كهرباء او في مشكلة في المفاتيح وده وارد يحصل فرفعتهم مرة تانية ورحت للبوابة وقعدت فطفت الكشافات مرة تانية فحسيت بجسمي أشعر وفضل تردد المعوذتين وأنا خايف وخوفي بيزيد كل ما أروح للوحة الكهرباء فقلت في نفسي هو ايه اللي مخوفني انا مش شايف حاجة وتوكلت على الله ورحت لوحة الكهرباء مرة ثالثة وقلت بسم الله وشغلت المفاتيح ورجعت للبوابة ومن شدة خوفي قلت المرة دي هنقل الكرسي قدام البوابة من برة وقعدت وانا مستني ان الكشافات تطفي مرة تانية لكن الحمد لله ما اتطفتش وقلت خليني برة لحد ما يجي زمايلي اللي هيستلموا الوردية من بعدي وما كانش فاضل غير وقت قليل عقبال ما يجوا وما عليا كام دقيقة إلا وسمعت صوت نباح الكلاب وكأنها اتصابت بالجنون والغريب إنهم كانوا هاديين طوال اليوم فاستغربت من كده صوت الكلاب كان عالي جدا ومخيف وكنت سامعهم بيضربوا برجليهم على الباب الخشبي للحظيرة وكأنهم عايزين يهربوا من حاجة مخوفاهم وكل ده وأنا قاعد في مكاني على الكرسي وحاجة في راسي بتقول لي ما تدخلش المكان مرة تانية وفجاه سكتت الكلاب فبصيت على المكان ورايا لقيت المصابيح بتاعت المخازن الخلفيه نورت من نفسها مشيت اتسحب بالراحة للوحة الكهرباء وانا خايف صحيح اه ممكن المفاتيح تكون عطلانة او في اي ماس وتقفل من نفسها لكن عمري في حياتي ما سمعت ان في مفاتيح كهرباء تشتغل من نفسها الا بقى لو لوحة كهرباء شغالة بكارتة كمبيوتر انما دي لوحة عادية والمفاتيح اللي فيها مفاتيح يدوية وانا عمال اقرب من اللوحة بالراحة وزي ما قلت لكم اللوحة ما بين المسجد والحمام فجأة سمعت صوت مية في الحمام فمن الرعب والخوف نسيت لوحة الكهرباء وقلت أشوف إيه اللي بيجرى في الحمام فتحت باب الحمام وفعلا لقيت حنفية المية مفتوحة وأنا هتجنن اتفتحت إزاي يمكن ما كنتش قافلها كويس قبل ما أخرج من الحمام آخر مرة جايز دخلت الحمام علشان أقفلها وفجأة لقيت باب الحمام اتقفل مرة واحدة كأن في عاصفة ضربت فيه وقفلته حسيت ان قلبي وقع على الارض ما بين رجلي رحت على الباب بسرعة علشان افتحه وكانت الصدمة التانية ان الباب مش عايز يتفتح ابدا رغم ان الترباس بتاعه من جوه كان مفتوح احاول الف الاكرة افتح في الباب مش عايز يفتح ابدا والمصيبة ان الحمام مفهوش اي شباك للتهوية والريحة الوحشة اللي جواه ابتدت تتركز في الهواء وتخرج مناخيري تقريبا محدش بيهتم بنظافة الحمام ده ما اهتمتش وحاولت كذا مرة افتح الباب وفجأة لقيت اللمبة الوحيدة اللي جوا الحمام اتطفت والدنيا بقت سواد وما بقتش شايف حاجة طلعت بسرعة موبايلي علشان أشغل الكشاف اللي فيه وابتديت أدور على زرار النور لكن اكتشفت إن زرار النور بتاع الحمام جنب الباب من بره فقلت في بالي شكل كده مفاتيح لوحة الكهرباء عملتها ونزلت للمرة التانية وفجأة سمعت صوت النباح بتاع الكلاب رجع من تاني لكن المرة دي بطريقة أفظع من الأول تخيل نفسك مكاني محبوس في حمام صغير مظلم ومش عارف تخرج منه والريحه فيه بشعه جدا وتخنقك وانت من الخوف والرعب قلبك خلاص قرب ينخلع ويطلع بره صدرك وعمال بتنهج وانت بتتنفس بسرعه بسبب قله الهوا والريحه الوحشه اللي ماليه المكان ده غير صوت الكلاب البشع اللي يخرم الودان اقسمت بالله سري ان مش هرجع للمكان ده تاني بعد النهارده ولو كان اخر يوم ليا هنا في الشغل والريحه الوحشه عماله تزيد اكتر وحاسس خلاص ان نفسي بيتكتم وهموت، حسيت ان الجزمه بتاعتي بقت ساقعه ورجليا بقت تلج وجهت كشاف الموبايل عند رجلي واكتشفت ان المجاري طافحه جامد جوه الحمام، وهو ده سبب الريحه الوحشه دي، والحمد لله ان الحمام ده مستواه مرتفع عن الارض، فكانت الميه بتعدي من تحت عقب الباب وتخرج بره، والا كنت غرقت في القذاره، وجهت الكشاف على باب الحمام علشان اشوف فيه ايه، الترباس بالفعل مفتوح بس برده الباب مش عايز يفتح قلت خلاص ما بديهاش لازم اتصل بالمشرف اقوله اتصل بيه الاقي تليفونه مشغول اتصل كذا مره برضه مشغول ومن غبائي ما خدتش رقم اي حد تاني شغال في الشركه ومعيش غير الرقم الارضي بتاع الشركه نفسه قلت اجرب اتصل عليه بس لقيت جرز محدش بيرد قلت ايه ده هم روحوا بدري النهارده ارجع تاني اتصل بالمشرف الاقيه مشغول يا عم ابوس ايدك سيب ام التليفون ده دقيقه بس اكلمك علشان تلحقني وانا بحاول اتصل بيه سمعت صوت طوب أو حصوية اترمت على باب الحمام من بره فقلت بعلو صوتي مين بس محدش رد عليا وبعدين سمعت صوت طوبة تانية اترمت على باب الحمام من بره وطبعا كل ده بيحصل والكلاب مش عايزه تبطل هوهوه والريحة الوحشه هتجيبلي أزمة قلبية وهنا افتكرت مصيبة انا عملتها ونسيتها اني لما كنت قاعد بره البوابه ودخلت علشان اشوف لوحة الكهرباء نسيت أقفل ورايا الباب الصغير اللي جوه البوابه وقلت مصيبة لو حرامية دخلوا وسرقوا حاجة من جوه هروح في ستين دهية ورجع تاني صوت الطوب او الحصى يترمى على باب الحمام من بره لكن المره دي كان بشكل مكثف وجامد جدا كان حد بيحد صخور على باب الحمام مش طوب بقيت اخبط على باب الحمام برجلي علشان يتفتح مفيش فايده مش عايز يتفتح اتصل على المشرف تليفونه مشغول وانا مرعوب وهتجنن ومش عارف مين اللي بره عمال يحد في طوب على باب الحمام حسيت اني هموت من كتر الرعب وبقيت اخبط بهستيريا على باب الحمام بايدي رجلي واصرخ واقول الحقوني يمكن يكون في حد معدي من قدام البوابه يسمعني ويجي ينجدني لكن مين اللي هيسمعني من صوت الكلاب العالي ده وهنا حسيت ان الدنيا بتسود في عينيا وعيني عماله تزغلل وعمال اعرق جامد وجسمي عمال يتشنج ويترعش ورجلي خلاص ما بقتش شايلاني وللاسف ما لقيتش قدامي غير اني اقعد على قاعده التواليت اللي فرنجي الموجوده في الحمام وهو ده المكان الوحيد اللي اقدر اقعد عليه وعمال ادعي في سري واقول يا رب بنجدني يا رب انقذني وحسيت اني خلاص بفقد الوعي وهيغم عليا فجاه سمعت صوت كلاكس عربية على البوابة من بره، وصوت الكلاب سكت والحتف بتاع الطوب أو الحصى على باب الحمام من بره وقف، فاستجمعت اللي باقي مني من شوية روح وقلت أخبط على باب الحمام، وبعد كده لقيت الباب اتفتح وشفت اتنين من أفراد الأمن، أول ما شافوني كانوا مصدومين ولقيت واحد بيقول للتاني يا ساتر ده وشه كله لونه أزرق، مفاصلي كلها كانت سايبة وجسمي بيتنفض، راحوا على طول خرجوني من الحمام وهم مسندني وجابوا كرسي وقعدوني عليه. وانا قاعد على الكرسي عمال اتشاهد وسالوني هو انت كويس مالك شكلك تعبان فقلت لهم اه كنت في الحمام وجالي هبوط الصراحه ما كنتش عارف اقول لهم ايه اصارحهم باللي حصل ولا ما اقولش احسن جابوا لي ازازه ميه من العربيه علشان اشرب ربنا يجازيهم خير فواحد منهم سالني انت كنت بتخبط ليه على باب الحمام فقلت لهم معرفش فجأة باب الحمام قفل عليا وأنا جوه، تقريبا شوية هوا قفلوه ولقيت الأكرة بتاعته علقت ومعرفتش أفتحه وأخرج، ولقيت التاني بيقول لي هو أنت سايب أنوار المخزن شغالة ليه؟ هو في حد جوه؟ فقلت له أنا آسف ما يمكن دوست على مفاتيح الكهرباء بالغلط، قالوا لي طب وأنت دخلت الحمام وسبت البوابة مفتوحة وراك من غير ما تقفلها؟ إحنا جينا لقينا البوابة الصغيرة مفتوحة، قلت لهم أنا آسف اتزنقت زنقة جامدة وجريت على الحمام ونسيتها، حسيت كأن الاتنين بيستجوبوني مش بيطمنوا عليا كأنهم حاسين إن أنا مخبي حاجة عليهم مش عايز أقولها فقلت لهم معلش أنا مش هقدر أتكلم تاني أكتر من كده أنا تعبان جدا ممكن تكلموني المشرف بتصل بيه تليفونه على طول مشغول فقالوا لي أنت شكل في مشكلة حصلت معاك ومش عايز تقول قلت لهم لا مفيش حاجة الحمد لله بس كنت عايز أكلمه ضروري فقالوا لي على فكرة هو مستنيك في الشركة تجيله بعد ما تخلص استغربت أمال ليه تليفون الشركة محدش بيرد عليه المهم بعد ما فقت ولقيت رجليا قادره تشيلني رحت على عربيه الشركه وكان السواق بيبص وبيضحك وكانه كان عايز يقول حاجه فقلت له هو فين المشرف فقال لي هناك في المكتب ولقيت السواق بيسالني هو انت حصل معاك حاجه زي زمايلك فقلت له انت ايش عرفك فقال لي حصلت حبة مواقف كده مع زمايلك في المخزن ده بس ده بيحصل لما يكون فرد واحد بس هو اللي بيحرس المكان وبما انك جديد فالمشرف عايز يتأكد من صحة الكلام ده لانه بيشك ان كل الكلام ده كذب وبيدعيه زمايلك علشان يبقوا اتنين قاعدين مع بعض في المكان ويضحكوا ويتكلموا ويهزروا مع بعض ويضيعوا وقت بدل ما يبقى واحد قاعد لوحده وزهقان فقلت للسواق طب ممكن تقولي على اسماء زمايلي دول اللي بيقولوا انهم شافوا حاجات بتحصل وصل هنا في المكان فقال لي اه طبعا هقول على اسمائهم واحنا في الطريق للشركه كنت متغاظ جدا ودم محروق يعني انا جايبني هنا المخزن عامليني فار تجارب علشان يعرفوا المكان فيه عفاريت ولا لا ولما وصلنا المكتب المشرف ودخلت عليه لقيته بيبتسم ويقول اللهم اجعله خير فقلت له انا مش هروح للمخزن ده مره ثانيه حتى لو كلفني الامر اني اسيب الشغل، فقال لي اهدى كده وقول لي ايه اللي حصل، فحكيت له كل اللي حصل معايا واقسمت على كده، فقال لي صادق صادق، طب روح دلوقتي بيتك وتعالى بكره استلم شغلك هنا في الشركه، وانا بحمد واشكر ربنا ان اليوم عدى على خير، ومن بعد اليوم ده وانا ما رحتش للمخزن المشؤوم ده نهائي، وقابلت زمايلي اللي حصل معاهم مواقف غريبه هناك، وتكلمت معاهم واقسموا لي ان كل كلمه نطق بيها لساني حصلت معاهم، وانا كنت متأكد انهم صادقين لان وقعت في نفس الموقف زيهم وهقول لكم دلوقتي ايه اللي انا سمعته منهم واقسم بربي ده اللي انا سمعته منهم شخصيا واحد منهم بيقول انه كان قاعد على الكرسي بيتعشى ولما راح يغسل ايديه ورجع ملقاش اطباق او علب الاكل اللي كان بياكل فيها ودور عليهم في كل مكان لكن مفيش فايدة والتاني بيقول انه في ليلة في عز الشتاء دخل يقعد في المسجد وقفل عليه باب المسجد علشان الجو كان برد جديد ومعداش عليه كام دقيقة وفجأة سمع صوت حجر كبير اترمى على باب المسجد لدرجة انه حس ان باب المسجد هيتخلع او يتكسر من شدة الصدمة ولما فتح الباب ملقاش اي حجر قصاد الباب ولا حتى لا اي اثر للخبط على الباب من برة واصعب المواقف اللي انا سمعتها منهم ان واحد منهم كان بيخسر راسه تحت الحنفية وفجأة المية قطعت فرفع راسه لقى حنفيه الميه قفلت من نفسها فجري بسرعه عند البوابه وشاف منظر خلاه كان هيتصاب بالجنون شاف بنتين لابسين ملابس البدو وكانوا بيرقصوا في وسط الحديقه فراح متصل بالمشرف وهو بيبكي وفضل واقف على الطريق قدام المخزن بره وهو بيبكي وجسمه عمال يترعش لحد ما جه المشرف وخده وانا كنت اخر واحد حصل معاه المواقف دي ومن بعد كده محدش بقى يروح لوحده يحرس المخزن لازم يبقوا اتنين مع بعض وفي الحالة دي مفيش حاجة بتحصل معاهم واخر حاجة سمعتها عن المخزن المشؤوم ده هو ان الاستراحة اللي جوه اللي هي مقر الحج مطاوع صاحب المكان بيقوم فيها بعمل سحر واعمال سفلية وانه كمان بيعالج الملبوسين بالجن وعرفت كمان ان المقابر بتاعت القرية اللي موجود فيها المخزن قريبة جدا من المخزن تعتبر على بعد 500 متر ورا المخزن بس ودي كانت قصتي مع مخزن مطاوع للاخشاب وانا مش بجبر حد انه يصدق كلامي لكن اقسم ليكم ان كل ده حصل معايا وانتم ليكم حرية التصديق او التجزيل بس ولحد هنا خلصت قصتنا النهاردة يا رب تكون عجبتكم ما تنسوش لو القصة عجبتكم تعملوا لايك وشير للفيديو من كل اكونتاتكم ومن كل مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات واشوفكم ان شاء الله على خير في حلقة جديدة وقصة جديدة وقول لكم مع السلامة